بالحزن الشديد نعني نفسي والأمة الشعبية ورئيس الجمهورية فخامة الرئيس محمد إدريس ديبيتنو على فقدان عسكره وجيشه الأريق. حق دماءهم لم يؤتى هباء منصورة، سوف يأخذ حقهم بإذن الله. والبوكو حرام إن شاء الله هتكون في شات ما فيها. لا للإرهاب، لا للإرهاب، نعم للسلام، نعم للعافية. وشباب هنا الدائرة سيركل جنس يأذوا لرئيس الجمهورية باسمي كمرأة شادية ومرأة في دائرة الشباب، نأني نفسي وجميع الأمة الشادية والقوة معا والاتحاد بنتج القوة إن شاء الله.